السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي، جبناكم السيارات اللي وضعتوها في تعليق. أخوتي اللي خصتوا أي سيارة يكتب لنا في تعليق نجيبوها له بحول الله. أخوتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. دوسويت 2015 ألور، طاقة مازوت، المحرك 1.6 كنشوفو، ماشية 206,000 كارتغري صافية، صبيغة دوب زيرو. خاوتي السيارة عطاولو 196 مليون، موجودة في وهران. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. جولف سيري 6 2011، طاقة مازوت، المحرك 1.605 شوفو، ماشية 295,000 كارتغري الصافية. خاوتي السيارة عطاولو 155 مليون، موجودة بالأغواط أفلو. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. جولف سيري 6 2012، طاقة بنزين، محرك 1.602 شوفو، ماشية 157,000 كاتيجري الصافية. خاوتي السيارة عطاولو 183 مليون، موجودة في عنابة. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. جولف سيري 6 2013، طاقة مازوت، المحرك 1.605 شوفو، ماشية 200,000 كارتغري الصافية. سعر مولاها راه يقول 192 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في تيزي وزو. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. هونداي اكسنت ار بي 2017، طاقة بنزين، محرك 1.4، 107 شوفو، ماشية 155,000 كاتيجري الصافية. سعر مولاها راه يقول 210 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في عنابة. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. فورد فيستا 2012، طاقة بنزين، محرك 1.25، ماشية 285 في كارتغري الصافية. سعر مولاها راه يقول 140 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في ورقلة.
قرار بطاقة تقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. قول شركات 2003 طاقة مازوت سعر مولاها راقو 87 مليون، قابل للتفاوض خوتي. السيارة موجودة في المدية. قرار بطاقة تقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.